السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم مزيانين؟ كنتمنى تكونوا كاملين صافا. تلقيتونا اليوم خارجين، اجي من هنا ودا لقيتونا اليوم خارجين، عرفتوا حتى خرجنا عاد لا هيزيدي عرفتوا حتى خرجنا عاد تفكرنا ما درناش البدايه ديال الفيديو. والفيديو ديال اليوم غادي نمشيو نغيروا يا لاله يا اختي النيولوك. انا وهدى غادي نمشيو نصايبوا الشعر. كنتمنى شيماء باش تجي باش نمشيو وانا نغيروا اللوك بجوج. وانا كنتسنى فوقاش نجي باش نمشي عند السيدي يقطع لي شعري، مش شعري غادي نقطع لا فرونش. المهم المهم غادي نتبدلوا وهي غادي نتبدلوا كي خالتو هدى شويه. قلتلكم شحال وانا كنعاين باش نجي عند هاد السيد يقطع لي. انا كنعرف نقطعها في الدار بوحديتي، ولكن الطريقه اللي بغيتها انا اللي غادي يدير لي هو اللي غيعرف يتقنها. ايوا صافي البنات، المهم بقاو معنا باش تشوفوا اللوك فينا اللي غادي نديرو، واش غادي ندير شيماء واش غادي ندير انا. كل واحد غادي يدير شكل وصافي صافي. وصافي المهم بقاو معنا وغادي نمشيو عند هاد الدري الصالون ديالو. تشوفوا الصالون اللي غادي نمشيو له، وحيت انا كنتقي في علاء. المهم كنا ماشيين للصالون ديال علاء. المهم حنا غادي نمشيو غنمشيو داك الساعه نوريكم. حيت هو اللي كنتق حيت هو اللي كنتق فيه يقطع لي شعري. ديجا كنقطع عنده ودغيا كيطوال لي الشعر. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم بنات حنا غادي نمشيو داك الساعه نشاركو معاكم النيولوك ديال اليوم. واش كتحسي؟ شكي دار زرب عليك زربة. هل
البنات كيف ما شفتوا هذا هو اللوك فينال ديالنا كي جيناكم تبدلنا. شوفوا انا بعدا تبدلت 180% ديري نضاضر وريهم في النضاضر. عرفتوا ملي نضاضر ما تعرفونيش. ديري ندوز حداكم ما تعرفونيش واش انا ولا ماشي انا. وانا قطعت هاد لافرونش هكا كتجي وكتجي على الجنب الاخر. صايبيها لي عاود على الجنب الاخر بها هاكم شو داك تكرمي المهم هي كتجي هكا ولا خديها ايوا اختي خصك كديها انت لا دابا غير طلقيها انا غادي نصايبها ونوريها لكم ها هي كيفاش يلا. المهم قولوا لي كي جيتكم انا وشيماء خليونا في لي كومونتير كي جيناكم. لا داجي نمشيو من هنا. المهم ها كيفاش جينا انا عجبتني انا بدا كنثق في علاء قلنا له جينا عند علاء. المهم جينا البنات عند علاء راه ما عرفتوش كنظن ان كاع البنات يكونوا عارفينه وكيف ما كتشوفوا الريزلت مضمونه 100% شفتوا كيفاش لا تصحاب سو انا بدا كيعجبني غادي نطاقي غادي نطاقي لكم لاباج ديالو في الانستغرام. البنات اللي ما عندناش في الانستغرام يدخلوا عندنا الانستغرام. يلا باي باي. ايوا البنات كيف ما كتشوفوا يلا رجعنا للدار. رجعنا قبيله واحد شويه الصراحه وروحنا وقلنا نديروا لكم التكمله هكا ديال الفيديو باش نزيدوا نشرحوا لكم حيت عرفتوا في الزنقه هي كنهزوا التليفون للعالم كيدور كيشوفوا فينا كيشوفوا فينا بحال اللي ما عرفتش شنو كنديروا. وداكشي علاش قالت لي ودخليتها للدار ونديروا التكمله ديال الفيديو. ايوا قولوا لنا كيف جاتكم لا فرانس. شوفوا لا فرانس كيفاش تقطعت. غادي نحط لكم دي فيديو هكا بالانستغرام وما تنساوش تدخلوا في الانستغرام وحتى هنايا نقدر نحطوهم حتى هنايا. ما تنساوش تدخلوا البنات عندنا الانستغرام كنكونوا ديما كنحطوا لي ستوري هكا قبل ما كينزل الفيديو في اليوتيوب وصافي هادشي اللي كاين. ومهم قولوا لنا كيفاش جيناكم واش تبدلت عليكم. انا بعدا مازال ما تقبلت راسي مزيان كيجيني راسي مبدله بزاف بزاف. انا عجبتني لا فرونش شوفي كتقلب على جوج جوايه كتجي غزاله كتقلب كتجي غزال. ايوا صافي علاء كيف ما شفتو حمقته مسكين كنقول له علاش هادي دايره هكا وعلاش هادي دايره هكا. ايوا صافي. المهم انا بعدا كيعجبني نمشي نقطع عندو. انا قلتها لكم حيت هو اللي كان نثق فيه ويدو زوينه في التقطاع كيطوال لي شعري راه ملي قطعت عندو راه لافرونش كانت واصله لي حد لهنا راه المهم دغيا كطوال وصافي. المهم كنتمنى تقولوا لي كي جيناكم الفينال ديالنا كي جاتكم لافرونش ديال هدى اللي خارجه طوندونس. هي هدى كانت شحال هذه كديرها ديما كانت كديرها اول مره دارتها عند علاء حيت كيسرعها بزاف ديال اللي كيقطعوها كيقطعوها هكا ما كيقطعوهاش ديغرادي وما كتجيش زوينه وما كيديروا وما كيخرجوش نتفه وما كيديرولهاش جناب. ديري هكا وريهم كيفاش الجناب كيجي بحال هكا شفتو كيجيو الجناب هكا نازلي عرفتو كتجي غزاله غزاله. وهكا كيما قالت لكم هدى تولفت كتقطعها عنده وكانت عواله تقطعها هاد الصيف وغير كانت كتسناني انا نجي حيت انا كانت طوالت لي لا فرونس وبغيت نقطعها عند علاء بهذا الستيل هذا حيت كتعجبني بزاف. كما كتعرفوا الا درتي لها بالبلاك هكا كتجي غزاله وكتجي هكا واقفه الراسه. ايوا المهم البنات شوفوا جيت نوريكم كيفاش كتجي لا فرونج هكا بشديدات الشعر بحال هكا. وبغيت نقول لكم حتى انني خديت لا فرونج ملي قطعها لي قلت له قطعها لي خديتها خفيفه شفتوا كيفاش ما جبدتش بزاف كي ديما عواله كنت زعما كناخد لا فرونج كناخدها قويه. دابا لا دابا خديتها هكا شفتوا كيفاش خديتها خفيفه وكتجي هكا خفيفه على العينين كتجي عليها السر. ايوا هادشي اللي كاين داك لا فرونش طويله كتبقى كتقمط وكتملك من راسك. وما تنساوش تقولوا لنا كيف جانا اللوك انا وهدى ونتلاقاكم فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم. سلام عليكم.